السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه نشرة أخبار 7E نيوز من قناة الظفرة، أهلا بكم. البداية مع العناوين. محمد بن زايد يلقي كلمة أمام المشاركين في قمة كوب 27 في شرم الشيخ. المغرب يشيد بمشروع أنبوب الغاز المشترك مع نيجيريا. البابا فرانسيس أشجع الجميع على دعم جهود السلام الدائم. علماء صينيون وكينيون يكشفون النقاب عن أول حصاد للذرة عالية الغلة. هذه كانت العناوين وإلى التفاصيل. ألقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله كلمة على هامش مشاركة سموه في الدورة 27 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ كوب 27 الذي يعقد بمدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية الشقيقة. جاء فيها فخامة الرئيس، الصديق العزيز عبد الفتاح السيسي، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي السيد رئيس المؤتمر، السيدات والسادة. بداية فخامة الرئيس، نحن معك فيما صرحت به. نحن نحتاج إلى سلام، نحتاج إلى حوار، ونحتاج إلى وقف الحرب. أود بداية أن أشكر جمهورية مصر العربية الشقيقة وكذلك الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ على تنظيم واستضافة الدورة 27 من مؤتمر الأطراف. نجتمع اليوم في وقت حرج لكوكبنا، فعالمنا يواجه تحديات معقدة، ومن أهمها تغيير المناخ الذي أصبح يؤثر على الاستقرار والأمن في العالم. وبما أننا لا نملك إلا أرضاً واحدة، من الضروري أن نوحد جهودنا لمعالجة هذا التحدي من خلال العمل المناخي الذي ننظر إليه بكونه فرصة للابتكار وإيجاد الحلول وتنويع الاقتصاد. الحضور الكريم، إن دولة الإمارات تعتبر مزوداً ومسؤولاً للطاقة، وسوف تستمر في هذا الدور طالما كان العالم بحاجة إلى النفط والغاز. وبحكم الجيولوجيا، فأن النفط والغاز في دولة الإمارات أيها السادة ضمن الأنواع الأقل كثافة كربونية في العالم والحمد لله. وسنواصل التركيز على خفض الانبعاثات في هذا القطاع. وهذا ليس بجديد، فقد وجه الوالد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه بوقف عمليات حرق الغاز من عدة عقود، وأرسى ركائز استدامة في دولة الإمارات حفاظاً على البيئة والموارد الطبيعية. وسيراً على هذا النهج، بدأنا منذ عقود العمل على تنويع اقتصادنا وبناء القدرات في الطاقة المتجددة والنظيفة لتحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام. وكانت الإمارات أول دولة في المنطقة تعلن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وأطلقنا قبل أيام اتفاقية شراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لاستثمار 100 مليار دولار
ولإنتاج 100 جيجاوات من الطاقة النظيفة في مختلف العالم. هذه المبادرات تخلق قطاعات جديدة ومهارات جديدة ووظائف جديدة، وتساعد على إبقاء الأمل لتفادي ارتفاع درجة حرارة الأرض. الحضور الكريم، تستمر دولة الإمارات في نهجها بمد جسور التعاون والتواصل مع المجتمع الدولي، وفيما نستعد لاستضافة الدورة 28 لمؤتمر الأطراف في مدينة دبي إكسبو خلال عام 2023، فإننا سنركز على دعم تنفيذ مخرجات المؤتمرات السابقة، وكذلك على إنجاز أول تقييم عالمي للتقدم في اتفاق باريس للمناخ. وسنحرص على مشاركة واحتواء الجميع، بما في ذلك التمثيل المناسب للمرأة وإشراك الشباب من جميع أنحاء العالم وحشد طاقاتهم وتحفيز شغفهم الكبير لإيجاد حلول مستدامة. يسرنا أن نوجه دعوة مفتوحة إلى الجميع للتعاون في إيجاد حلول عملية تسهم في معالجة الخسائر والأضرار وخلق فرص نمو اقتصادي مستدام للبشرية في كل مكان. الأخوة والخوات، أجدد الشكر للأشقاء في جمهورية مصر العربية، وأتمنى النجاح والتوفيق لجهودنا المشتركة، لأن مخاطر تغيير المناخ تستهدف الجميع دون استثناء، ولأن مستقبل أولادنا وأحفادنا يعتمد على الخطوات التي نتخذها اليوم. وشكراً. وكان سموه قد وصل جمهورية مصر العربية للمشاركة في القمة، وكان في مقدمة مستقبليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. ويبحث المؤتمر بمشاركة قادة دول العالم أيضا عدد من وحكوماتها وممثلي الهيئات الدولية والمجتمعات المدنية عددا من القضايا والملفات المرتبطة بتعزيز الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية والحد من آثارها السلبية وكيفية ضمان التنمية المستدامة وأمن الطاقة، تزامنا مع العمل المناخي الفاعل بجانب التزامات الدول ومبادراتها وبشأن حلول الاستدامة وغيرها من الموضوعات. افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مدرسة فيكتوريا الدولية بخورفكان، وتفضل سموه بإزاحة الستار عن اللوح التذكاري إيذانا بافتتاح المدرسة رسميا، والتي جاء إنشاؤها ضمن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة ورؤية سموه الثاقبة لاستكمال وتهيئة بيئة التعليم النوعية وتوفيرها لكافة المناطق بإمارة الشارقة، مما يسهم في تطور مسيرة العلم والمعرفة.
وإلى الأخبار العربية والعالمية من 7E نيوز. أشاد العاهل المغربي الملك محمد السادس بمشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا الذي من المقرر أن يغذي غرب أفريقيا وأوروبا في ظل منافسة شديدة مع الجزائر أكبر مصدر للغاز الطبيعي في أفريقيا. نتابع. وفي هذا الإطار بادرنا مع أخينا فخامة السيد محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الفيدرالية بإطلاق مشروع أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، ويسعدنا اليوم أن نسجل التقدم الذي يعرفه هذا المشروع الكبير طبقا للإطار التعاقدي الذي تم توقيعه في دوجنب 2016. أنبوب الغاز نيجيريا المغرب أكثر من مشروع ثنائي بين بلدين شقيقين، وإننا نريده مشروع استراتيجي لفائدة منطقة غرب إفريقيا كلها التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة، وذلك لما يوفره من فرص وضمانات في مجال الأمن الطاقي والتنمية الاقتصادية والصناعية والاجتماعية بالنسبة للدول 15 للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إضافة إلى موريتانيا والمغرب. إنه مشروع من أجل السلام والاندماج الاقتصادي الإفريقي والتنمية المشتركة، مشروع من أجل الحاضر والأجيال القادمة. وبالنظر للبعد القاري لأنبوب الغاز نيجيريا المغرب، فإننا نعتبره أيضا مشروعا مهيكل يربط بين إفريقيا وأوروبا. غادر البابا فرانسيس البحرين بعد زيارة تاريخية استمرت 4 أيام، بسط خلالها يده للحوار مجددا مع الإسلام، ودعا إلى احترام حقوق الإنسان الأساسية والصلاة من أجل الشعوب المتألمة في الشرق الأوسط. وإلى مقال اليوم. مقال اليوم من صحيفة اليوم السابع، حيث كتب أكرم القصاص مقالا بعنوان مصر تنتصر لإفريقيا أمام العالم. الصورة التي تظهر بها قمة الأمم المتحدة للمناخ من شرم الشيخ لها عدة ملامح تؤكد كيف يمكن أن يكون العمل الجاد والمخلص طريقا لتقديم عمل حقيقي، خاصة أن القمة تأتي كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في توقيت حساس للغاية يتعرض فيه عالمنا لأخطار وجودية وتحديات غير مسبوقة تؤثر على بقاء كوكبنا ذاته وقدرتنا على المعيشة. وهذه التحديات تستلزم تحركا سريعا من كل الدول لوضع خارطة طريق للإنقاذ تحمي العالم من تأثيرات التغييرات المناخية. وأعرب الرئيس عن تطلع مصر لخروج المؤتمر من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ بإجراءات ملموسة على الأرض تبنى على ما سبق، لا سيما مخرجات قمة غلاسكو واتفاق باريس. وإلى بانوراما من 7E نيوز. مشاركات في ملتقى أولياء الأمور يتحدثن عن أهمية هذا الحدث الذي نظمته دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، ودوره في تحسين معرفة أولياء الأمور بالسبل الصحيحة للتربية وتعزيز قدراتهم على تنشئة جيل ناجح ومتميز. نتابع. يناقش ملتقى أولياء الأمور مواضيع عديدة تهم الطفل، منها الهوية، الصحة البدنية، علوم وتربية الأطفال. التربية مسيرة، ويأتي الملتقى اليوم لدعم أولياء الأمور في هذه المسيرة علشان نوصل مستقبل يكون في ولي الأمر فاهم بالأساليب التي يحتاجها طفله لدعمه وتنميته. احنا ما نتكلم بس صحة الطفل، احنا نتكلم عن صحة الطفل، احنا نتكلم عن سلوكيات الطفل، احنا نتكلم عن شو أفضل طريقة إن إحنا نتعامل فيها مع مختلف الأحداث اللي تصير حق الطفل. Today we talked about the power of making it safe for children to feel their feelings and how we as adults can learn some very simple tools to make it safe to feel in our homes and in our classrooms.
ربنا يعني جفنا الدنيا كأولياء أمور إن إحنا نراعي أولادنا، مش إن إحنا نقعد نصلح فيهم. فهم جايين من عند ربنا كاملين. أنا علي إن أنا أوفر بيئة تربوية آمنة سليمة لي، إن هو يطلع أحسن حاجة هو ممكن يطلعها. ولما أبقى أنا متقبلة ابني أو بنتي زي ما هي كده، الدنيا بتبقى جميلة. Raising our children is the number one priority. So to call experts from all over the world and to open the parents' eyes to new ways of raising their children is really the best thing that any government can do for their people. This is something very spectacular and I've never seen it anywhere else. تطلق مبادلة حملة نستثمر للوطن، وتسلط من خلالها الضوء على دورها في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات عبر استثمارات متنوعة في قطاعات حيوية داخل وخارج الدولة، وتبرز مجهوداتها لتعزيز اقتصاد أبوظبي وتطوير الكوادر البشرية الوطنية ولتعزيز مسيرة التنمية المستدامة. نتابع. أخواني وخواتي، تنويع اقتصادنا ضرورة استراتيجية أساسية ضمن خططنا للتنمية. من هذه الرؤية الحكيمة انطلقت مسيرتنا كشركة وطنية رائدة، نعمل لتعزيز جهود التنويع الاقتصادي. نستثمر في قطاعات متنوعة في دولة الإمارات وحول العالم. الياسات تقدم خدمات الاتصالات الفضائية لأكثر من 150 دولة حول العالم. تساهم شركة مصدر في تحقيق المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي لعام 2050. الاستثمار غايته هو أنك تكون عائد ودخل، لكن من أهم استراتيجيات الاستثمار أنك تنوع استثماراتك. ويظل الاستثمار في الإنسان أهم استثماراتنا لتعزيز مسيرة التقدم والازدهار. مبادلة، نستثمر للوطن. أما كاريكاتير اليوم فقد اخترناه لكم برشة الفنان ياسين الخليل من جريدة الوطن العمانية. نتابع. وإلى إنفوغراف اليوم من 7E نيوز بعنوان: الإمارات تكشف عن آليات تنفيذ مبادرتها لتحقيق الحياد المناخي في كوب 27. اخترناه لكم من شبكة العين الإخبارية. أما تغريدة اليوم من تويتر وتحديدا من الحساب الرسمي لصحيفة الاتحاد الإماراتية، وجاء في التغريدة: الاتحاد تشهد استقبال لوحة ليوناردو دي فينشي الشهيرة القديس يوحنا المعمدان في متحف اللوفر أبوظبي المعارة من متحف اللوفر باريس قبل يوم من عرضها أمام زوار المتحف. نتابع معا. وإلى حديث الكاميرا، حيث كشفت بحيرة جينجوان عن قاعها خلال موسم الجفاف مع انحسار المياه، فقد أظهرت الصخور أشكالها المنحنية والأودية، مما أدى إلى خلق منظر طبيعي آخر في المياه المنخفضة. لنتابع. وإلى الأخبار الاقتصادية من 7E نيوز.
إكسبو دبي تعلن عن فعالياتها تزامناً مع بدء العد التنازلي لمؤتمر COP28. فقد أعلنت مدينة إكسبو دبي احتضانها عدداً من الفعاليات والمبادرات المتنوعة مع بدء العد التنازلي لاستضافة الدولة لمؤتمر الإمارات للمناخ COP28 في الفترة من 6 إلى 17 من نوفمبر المقبل العام المقبل لعام 2023 لدفع التقدم في جهود مكافحة تغير المناخ وتعزيز العمل الدولي من أجل لمعالجة أحد أكثر التحديات إلحاحاً في العالم. نتابع. أهلاً بكم. Chers invités, mesdames et messieurs, veuillez vous lever. أهلاً بكم في الحفل الافتتاحي. تم الكشف عن أول محصول من نوع ذرة عالي الغلة تم تصويره من خلال بحث مشترك بين علماء صينيين وكينيين في نيروبي وسط توقعات بأنه سيساعد في معالجة انعدام الأمن الغذائي والذي يؤثر على صغار المزارعين المحليين. وإلى أسواق المال والأعمال في أهم العواصم الخليجية. النشرة مستمرة وإلى آخر أخبار الرياضة من 7E نيوز. تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، انطلقت النسخة الأولى من مهرجان بايك أبوظبي والتي تقام من 7 إلى 13 من نوفمبر لعام 2022، وتستضيف 3 فعاليات عالمية هي بطولة العالم للدراجات الهوائية في المناطق الحضرية وسباق أبوظبي جراند فوندو وسباقات BMX، إضافة إلى 20 سباقا مجتمعيا للدراجات الهوائية. في فقرة من المونديال اليوم نستعرض لكم المنتخب الأرجنتيني ورحلة البحث عن اللقب الثالث لميسي ورفاقه في كأس العالم لعام 2022 والمقام في قطر. نتعرف على المزيد في التقرير التالي والذي يلخص منتخب أبناء التانجو في سطور. Mundial es algo muy importante, es el sueño de todos, pero también es verdad que hay que llegar de las mejores condiciones y para llegar de las mejores condiciones hay que jugar en,
en tu club tenés que tener una mínima continuidad y llegar lo mejor posible. Penso a Messi, mi farebbe piacere insomma che lui potesse coronare la sua carriera con una vittoria importante, perché gli manca insomma vincere qualcosa con la sua nazionale, quindi dico Argentina, ma perché sono un grande tifoso di Messi, perché lo conosco, ho avuto la fortuna di giocarci insieme, quindi insomma mi farebbe piacere insomma che insomma, potesse coronare la sua carriera con una vittoria importante con la sua nazionale. وإلى أحوال الطقس في عدد من الدول العربية والعالمية. وإلى التذكير بالعناوين. محمد بن زايد يلقي كلمة أمام المشاركين في قمة كوب 27 في شرم الشيخ. المغرب يشيد بمشروع أنبوب الغاز المشترك مع نيجيريا. البابا فرانسيس أشجع الجميع على دعم جهود السلام الدائم. علماء صينيون وكينيون يكشفون النقاب عن أول حصاد للذرة عالية الغلة. هذه كانت نشرة أخبار 7A News. إلى اللقاء.